في دبي انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثالث للتمويل والاستثمار الإسلامي لعام 2013 بمشاركة 120 مؤسسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز نمو التمويل الإسلامي ودمجه في المكونات الرئيسة لنظام الاقتصاد الإسلامي الشمولي. المزيد في التقرير التالي. الارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي ركيزة نمو يسعى لها أكثر من 250 قائدا من قادة التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال استراتيجيات تهدف إلى تعزيز زخم هذه الصناعة تزامنا مع إقبال المؤسسات والشركات على بدائل الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة. بادرنا في أول صفقة مرتبطة بالسلع اللي هي صفقة مع إينوك بنك نور الإسلامي وبنك دبي التجاري ودوكاب. الصفقة كانت 50 مليون درهم، لكن هاي بداية وستليها صفقات أخرى مطابقة بالشريعة الإسلامية. هذا ولم تحقق بعد صناعة التمويل والاستثمار الإسلامي كامل إمكانياتها رغم زيادة الكبيرة في الحصة السوقية للمصارف الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تشير فيه توقعات بأن يواصل هذا القطاع معدلات نموه السنوية الحالية من 15 و20%، وهما تؤكده نسب الطلب المتزايدة على هذا التمويل مقارنة بالتمويل التقليدي، وهو الأمر الذي جعل أيضا نسبة نمو الأصول الإسلامية في مصارف دول الخليج تتجاوز حاليا 50%. استثمارات المؤسسة داخل دول اليوم تقريبا تعادل 1.5 مليار. الشراكة مع نور إسلامك بانك جروب عفوا هاي شراكة جديدة، ففيها رأس مال ب10 مليون درهم. بس المشاريعنا نحن قائمين بدورنا العمل فيها هي مشاريع الحلال. فأكثر من تريليوني دولار هي توقعات وصول أصول المصارف الإسلامية العالمية في عام 2014، إذ تشكل فرص النمو المتاحة لهذا القطاع ولادة استراتيجيات جديدة تمكن المؤسسات المالية الإسلامية على التوسع في خدماتها لتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي واستقطاب مستثمرين يفضلون توجيه استثماراتهم لمنتجات خاضعة للرقابة الشرعية. في آخر أخبار الاقتصاد الواردة، تراجع